السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في شطيبة مدينة سطات واللي ما عرفاش كاينة في المملكة المغربية. الخيرات والرجالية المغربية والناس مولي المدن الكبرى بالمملكة المغربية. كل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. يلا ترجعنا بنات ولاد بتاريخ 28/10/2023 مدينة السي أحمد هنايا، راجل مخير وديما السلعة زينة، تنوريوها جميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان. ما تنساوش لينا السي أحمد هنا في مدينة سطات في الشطيبة. تنحيو جميع الحباب تونا. كما تشوفوا السي احمد راه درافات وديما عندو حاجه زوينه، شهيوات زوينات تنوريهم جميع المشاهدين. السي احمد درافات وعزيز علينا بالزبنه. على 127 تنوريو لجميع المشاهدين. هادو تنقيو الحوت عند السي احمد هنايا في شطيبة مدينة سطات. سطات سردين. سردين شحال؟ 500 درهم. وهاد 30 درهم. لا قولي ب 30 درهم. هذاك الحمار. الحمار وهذاك الشر اللي تنعرف انا. 20 درهم. 20 درهم. جيلاني مرجان، زيجوني مرجان. اللي قلت يا سي رضوان، هذا رضوان خو سي احمد هنايا. مرحبا. هادو تنقيو الحوت عند السي احمد هنايا في شطيبة مدينة سطات، الراية الخيرات تبارك الله، تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان. والحباب تونا في المكان وهاد نوريهم هاد الشيوات. شحال هذا ما صورنا اليوم الحوت تقريبا من رمضان اللي فات الى لحد الان. هاد الخيرات تنوريوها لجميع الحباب تونا. الرايه شحال؟ 35. 35 تيقول لنا السي احمد 35. واحد الشلحه قال لنا 40. وهاد هاد القروب 70 درهم. وهذا شنو بالك ولادي؟ روبي و30. هذا السي احمد هو راس الحربه وضرافات وديما عندي شيوات زوينين نجيب جميع. شحال من ماركه تاع الحوت تيجيبها؟ دورات. شحال هذا؟ 70 درهم. 70 درهم. اسمو؟ دوران. دوران؟ وهذا اسمو واحد؟ مالايا 50 درهم. 50 درهم. عندو جميع كما تشوفوا خيرات تبارك الله وديما عندو حاجه زوينه. حاجه زوينه معروف هنا في مدينه سطات. شطيبة مدينه سطات. شطيبة مدينه سطات تلقوا لجميع المشاهدين من طنجه الكويره. من طنجه الكويره في القرى في الباديه في المدن الصغرى ولا الكبرى بالمملكه المغربيه اهلا بكم. وهاد هاد شي يقولوا ليه 50 درهم موجود. وهاد هذا لي جريز 100 درهم. هاي هاي قال عكون كي دير هاد الراجل بخير الله يحفظك. الله يحفظك. هذا من المشاهدين تاعنا الغالين على قناة الزيتون المرجان. مرحبا بسيد. تنحيو جميع المشاهدين والحباب تاعنا في المكان واهلا بكم. وهذا البوطة الله يحفظك شكرا لك. 2805. هذا القمرون وهذا الشيء شحال؟ 80 درهم قمرون. وهذا البوطة ولا اسمها؟ 50 درهم. تنحيو جميع المشاهدين لقناة زيت المرجان. وهاد الميرنا وهاد الشيء الطون ولا شيء؟ اه؟ ميرنا 50 ورقيقة 60. رقيقة 60. ميلو. ميلو شحال ديرها؟ 35. هذا وكا السي أحمد. السي أحمد درافات وراجل معروف هنايا في مدينة سطات في شطيبة مدينة سطات تجيب شيوات زوينين ما نهضروش عليهم كما تشوف. سلامون شحال دير هاد السلام؟
شتو بلا هذاك الشيء الداخل تاعك. 120 درهم. تبارك الله، مع ديما نقول السي أحمد. مازال غنشوفو، هذا الفرخ ولا اسمه ولا هذا؟ 35. 35، وهذا شنو هو هذا؟ أول حاجة. سي أحمد أش قلت لي؟ 25 أولاح. أولاح، وهادو كاين جوج ألوان هنا. أشنو؟ البونيت. أييه. 30 درهم. كما كيورينا سي أحمد ويني عندو ربيع الشراء، نطلبوه يسامحنا من فضلو وراجل درافات، وما نلوموش حيت تيورينا واحد الخدام ولا فيه شيكي ما بقاش بغا يخدم. ولا فيه التفطاش مع هنايا. تبارك الله، شهيوات زوينين كما تشوفوا، الميرنا الخليضه، الميرنا الرقيقه، الخيرات موجوده. تبارك الله، ما عندي منهم. تنوريوها لجميع المشاهدين قناه الزيتون. هذا شنو هو السي احمد؟ شامه. شحال الكيلو هادشي؟ 70 درهم. 4 ديال الكوكسيه. هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناه الزيتون المرجان والحباب تونا في المكان. تحققوا النتيجه اخر كما تشوفوا. هذا يوسف تاوك، جيت السي احمد هنايا في شطيبه مدينه السطات، تاوك عندو هاد الشهيوات تو الحوت تو كلشي الحامض، هاد الخيرات الحار، السلاطه، الربيع، هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناه الزيتون المرجان والحباب تونا في المكان. وسي يوسف، هاد الحامض شحال داير هاد الحامض؟ 260. وهاد الفلفله حمراء؟ فلفله حمراء؟ أييه. هي بحالها 260. هاد الخيرات راه يوسف درافات هنا عنده هاد الشهيوات كما تشوفوا. هاديك الشلاضة شحال داير؟ الشلاضة غالية اليوم دايرة 50. لا بس صافي. ما استقتيش سي عبد الحق؟ لا هو راه درتي واحد الفالطه واني نسالها لك. قالها لي عبد الرحيم. قالها لك. مني جيتي؟ ايه. ما فهمتيش الطون. صافي ماشي مشكل. ماشي مشكل. صافي. صافي هذا الشيء علاش تقلقت عليك بزاف. لا ما تقلقش عليا. تقلقت عليك. والله ياك تبي خير ناشد. ورينا هذا الثمينه هذا كي داير. هذا العنب مسكين. مسكين هذاك مكناسب. شحال ندير هذا المكناسب؟ 15 درهم كحله وبيضه مليح. مليح زعما؟ مليح كل مع راسك. لا باين باين. مليح. باين. انا بوزيشن. لا ما نهضروش. ومراكش ما عندكش السي عبد الحق؟ كاينه مراكش. هذاك ما نهضروش عليه تبارك الله. قول لي مراكش بوزيسيون. هذا مراكش شحال تاعك؟ هذه مكناسيه. هذيك مكناسيه مليحه غادا تكون. شحال داير؟ 15 درهم. وكل مراكشيه كي هذه؟ بحال بحال بوزيسيون. وهذا الليمون ولا فوكا؟ الليمون 10 درهم بيع 180. ماشي 8 دراهم؟ لا مليحه الماريسون هذه قال لك كل شيء وحده مع راسك. لا باين باين هذاك الشيء ما نهضروش. انت راه باينه صاحبي. باينه سي عبد الحق باين باين. الجلده رطبه ورقيقه. ها انا عارف. لا بلا ما قول لي وهذا الرمان وهذا الرمان 7 درهم وبوزيسيون مليح. وهذا التفاح كي درتي لي؟ التفاح راه غنحسبوني ما 13 كيلو ندي ولا ما نخسر مع موال 11 12 لا 13 وني راه السلعه ماركه جوده. وعلاش تيقول لك الطيوحه ب 60 ريال وهذه 60 ريال طايحه من الشجره الا ما تبيعش في السيمانه ولا جوج كتلاح صافي صافي تلوحه. هذا هو خايب قاعد هذا هو خايب لك 4 اشهر في الفريكو خمسه ما يخسرش. ياك سي عبد الحق. هذا عبد الحق في شطيبه مدينه سطات. مرحبا سي عبد الحق. مره مليح ديال الواد مربي. وهذا البانر كي داير؟ 1000 فرانك بوزيسيون مليح. تاع كادير تبارك الله على سي عبد الحق. صاحبنا تاع هو تنفست شويه ما كاينش. تنفست شويه. ما كاينش. يتعاشر الوقت. ويني بيني وبينك 300 العنب راه ماشي العنب ماشي وقصو
حتى الوقت ديالو فات واحد شويه شهر 11 علاش طلع في الثمن؟ طلع في الثمن راه الموسم ديالو 13 واخا الله يسهل صاحب الزيتون فالطه نصلحوها. مرحبا مرحبا هذا مو التومه تا هو هنايا في شطيبه مدينه سطات. الله يحفظك كي داير السي بخير فبالي مو التومه. اي مرحبا هذا الاستاذ تا هو صاحبنا هنايا في شطيبه مدينه سطات استاذ درافي.